الهجره الى المدينه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم بوجوب الهجره الى المدينه واللحوق باخوانهم من الانصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد متفق عليه خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا أي جماعات متخفين مشاة وركبانا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن له من الله بالهجرة قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم جاء عمار وبلال وسعد رواه البخاري ولم تكن هجرة الصحابة رضي الله عنهم سهلة هينة بل كانت صعبة بحيث كانت قريش تضع كل العراقيل لتحول دون هجرتهم وهاجر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة ومعه زوجته ليلى بنت أبي حثمة وهاجر بنو جحش رضي الله عنهم أجمعين